طبعا كل الدعم للجمهور نادر اسماعيل ومجلس اداره نادر اسماعيل ونادر اسماعيلي تحديدا كمان، خصوصا في الحمله اللي موجوده في التوقيت الحالي او حمله الدعم بالنسبه لنادي الاسماعيلي. نختلف او نتفق على امور كثيره جدا، ولكن يبقى في النادي هو الكيان، الكيان اللي احنا لازم نكون واقفين جنبه. بمعنى علي اساس تم تقييم النادي الاسماعيلي من قبل مسؤول كره القدم، اذا كان الشركه المتحده وبرزنتيشن او رابطه الانديه المختلفه. مش معقوله مجلس الاداره والنادي والجمهور بيسعى بكل موطن من جهد ان هو يستعيد مره ثانيه شكل الاسماعيلي وقيمه الاسماعيلي ومكانه الاسماعيلي بعد سنتين ثلاثه حصل فيهم مشكله او بعض الاخفاقات في التعاقد مع بعض اللاعبين او جزئيه تغيير المدربين. ولكن ما يحدث في التوقيت الحالي انا شايف ان هو امر كويس جدا، دور يحسب لمجلس الاداره ويحسب للناس الموجودين. تواجد كم كبير جدا من اللاعبين والتعاقد مع جريده انا شايف ان هي خطوه موفقه جدا. وبالتالي عندي بعض الاسئله بس للمسؤولين عن كره القدم على تقييم النادي الاسماعيلي. على اي اساس تم التقييم؟ هل شعبيا، تاريخيا، اسما؟ هل كوضع النادي الاسماعيلي في الفتره الاخيره؟ في انديه كثيره جدا على فكره بتاخد اكثر من الاسماعيلي امور ماديه، وضعها اصعب كثير مره من مليون مره من النادي الاسماعيلي. بس هو لازم يروح للرابطه ولازم يروح كمان للناس المسؤولين اللي هم قيموا النادي الاسماعيلي برقم ضئيل جدا لا يتناسب مع حجمه وشعبيته وجماهيريه النادي الاسماعيلي. وانا اعلم جدا حجمه وشعبيته وجماهيريه النادي الاسماعيلي مش في مصر بس، ولكن على المستوى العربي. انا عايش بره وعارف الدنيا ماشيه ازاي. الاسماعيلي يعد من اكبر الانديه الشعبيه اللي موجوده في مصر. ليه؟ لان الاسماعيلي يتفق عليه الاهلي والزمالك ككوره، وبالتالي الاسماعيلي لابد ان يكون المعامله افضل من كده، اقوى من كده، اكبر من كده. نحن المضلع او الضلع الثالث لكره القدم في مصر. ابى من ابى وشاء من شاء. الاسماعيلي هو احد اقوى الانديه العربيه والافريقيه والمصريه. بنمر بمرحله انعدام وزن عادي جدا بتحصل في كل انديه العالم. بتحصل في انديه اوروبيه كبيره ولها تاريخ كبير جدا. وبالتالي اتمنى من كل قلبي ان الدعم ده يصل للجمهور، يصل لمسؤولين كره القدم، يصل للناس اللي بتحب كره القدم، اللي عاوزه فعلا الانديه الشعبيه تقف على رجليها. لان احنا نادي شعبي رقم واحد بعيدا عن الاهلي والزمالك. احنا فعلا نادي الكل يعلم قيمته ومكانه نادي الاسماعيلي. وبالتالي اتمنى من كل قلبي ان الناس المسؤولين يرجعوا بس او يرجعوا نفسهم في التقييم، لان من الصعب ومن المستحيل ان مجلس اداره بيحاول يعمل كل شيء وجمهور واقف ولا نادي ولا لعيبته ولا الشكل اللي عامله بتاع النادي بتاعه، وفي الاخر يرى المقابل المادي ضئيل جدا وضئيل ولا يتناسب مع حجم النادي الاسماعيلي شعبيا. اتمنى من كل قلبي مرجعه الامور، اتمنى من كل قلبي ان مجلس الاداره كل دور ودور كبير جدا يوصل للرابطه اللي هي مسؤوله عن التسويق، يروح للشركه الرعايه ويتكلم على كل هذه الامور. نحن فريق كبير له اسمه وتاريخه وشعبه. كل التحيه والتقدير لجمهور نادي الاسماعيلي ومجلس اداره نادي الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي. وزي ما قلت قبل كده نختلف ونتفق على بعض الامور، لكن يبقى الكيان هو رقم واحد. تحياتي لكم.